السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أيضا سؤال آخر يقول سائل: ما حكم استعمال الإبرة في الوريد والإبرة في العضل؟ وشنو الفرق بيناتهم؟ الإبرة في الوريد والإبرة في العضل كلاهما لا يفطر. التي يفطر على رأي العلماء وهي الإبرة ديال التغذية. الإبرة غندقوا الإبرة ديال التغذية، فهذه بوحدها اللي كتفطر. أما الإبرة اللي كتكون في الوريد في العرق، والإبرة اللي كتكون في العضل في الخد أو في الخلف ديال الإنسان، هذا كله لا يفطر إذا كان مجرد دواء. أما إذا كان تغذية فيه فيتامينات فيه مغذيات، طبعا هذا يفطر. ويلحق بهذا أيضا بزاف ناس يسولوا أخذ الدم للتحليل. بعض الناس عندهم السكري، وكاين دابا اللي عندهم أمراض أخرى معينة محتاج أنه يقوم بالتحليل. التحاليل الدموية في نهار رمضان لا تفطر، دم خرج منك لا يفطر. اللي ممنوع هو أن يدخل إليك، هذا يفطر. أما الحجامة، الحجامة كاين بعض الناس يستعملوا الحجامة، هذه لا مفطرة. الحجامة كيفطر فيها الحاجم والمحجوم على القول الراجح عند العلماء، لأن في حديث نبوي صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. هذا على الأرجح بأنهما مفطرا، فلا ينبغي أن نستعمل الحجامة في نهار رمضان. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.